السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، في صحة وعافية لجميع الحكومة اليابانية والشعب الياباني. نشكركم على التواصل معنا والدعم المعنوي، دائما تخابرونا وتسألون عن حالنا. هاي 4 سنوات وراء حادث أولادي ما نسيتمنا، إصابة أولادي طبعا الثلاثة، ابني الكبير مؤيد توفى، وحميد إصابته كانت كلش بسيطة، وأحمد ابني لا كانت إصابته طبعا كلش بالغة، الحمد لله والشكر. ونشكر سيادة السفير. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. أنا حميد العويدي، أشكر الشعب الياباني والحكومة اليابانية والوفد الياباني على الأسئلة علينا والاطمئنان علينا والحالة النفسية اللي يسألون دائما علينا، وأشكرهم شكرا جزيلا. وكل عام وانتم بخير، وشكرا لاستاذ تاكي، ومن اليوم 4 سنوات لم ينسانا في الاتصال والحمد لله انا بحاله جيده، وامنيتي ان ازوركم الى اليابان.